وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم مع عالم الفن وإنجاز الفنانين الشباب. اليوم معنا فنانة سورية حاصلة على إجازة من كلية الفنون الجميلة قسم التصوير وماجستير بكلية الفنون الجميلة بدمشق. حملت لديها رسالة حملت عنوان الإيديولوجية وفن التصوير، مقاربة بين نماذج أوروبا وسوريا في القرن العشرين، وكان لديها العديد من المشاركات وأيضا حصل على العديد من الجوائز. خلينا نرحب بالفنانة أسماء الحناوي. صباح الخير أسماء، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. بالبداية خلينا نحكي شو اللي جذبك لفن التصوير؟ يعني بنلاقي يمكن الشباب أكثر اهتمام أو توجه لهذا الفن، قليلا بنلاقي صبايا يمكن بيهتموا بهذا الشيء. يعني التصوير هو الأساس اللي تقوم عليه الأكاديميات الفنية بمختلف أشكالها من أقدمها لأحدثها. أنا من قبل ما فوت على كلية الفنون الجميلة كنت حاطة قسم التصوير ببالي، وبعد ما فتت تمسكت فيه أكثر، زادت هاي الرغبة عندي. بتذكر لما كنا بالسنة الأولى من بين تقريبا 70 طالب كنت الوحيدة اللي بدي قسم تصوير. بعدين هم رجعوا غيروا رأيهم بعدين. بأكثر قسم حبيته بالكلية وقسم التصوير، وأكثر مشاريع استمتعت وأنا عم بشتغل فيها. نعم، هي كانت رغبتي من البداية. أسمع، من تابع بعض الصور ضمن مشاركتك بمعرض، خلينا نحكي أو عن هي الصور، يمكن قديش عمرها، كم سنة، وعن هي المشاركة أيضا. يعني هاي اللوحات اللي عم تنعرض هون على الشاشة من فترات مختلفة، في منها من أيامات الكلية، مشاريع بالكلية، في منها من مشاريع التخرج، وفي منها من مشاريع التخرج بالماجستير بعدين. حلو. طيب خلينا نحكي، يمكن لما نقول فن التصوير هي يمكن لقطة أو صورة أو هيك حدث، بتلاقي المصور بيستغله دغري لياخذ هي اللقطة، بتعبر يعني تشوفي الصورة بتحكي عن حدث ما او لحظه ما عزيزه او ذكرى. شو اللي بجذبك اكثر شيء بالتصوير؟ يعني بتحسي لازم تمسكي الكاميرا وتصوري؟ يعني بعتقد في ناس مثلا بتحب الطبيعه اكثر، بتحب الوجوه اكثر، كل حدا يمكن بيميل لشيء هيك بيلامسه اكثر. اختصاصي التصوير هو التصوير الذاتي، يعني مختلف عن التصوير الفوتوغرافي، ما له علاقه بالكاميرا. اكثر شيء انا يعني بالنسبه للوحاتي بشتغل بورتريه، بشتغل وجوه أكثر شيء. اسمع، حكي لنا عن رسالتك الماجستير. رسالة الماجستير كانت بعنوان الإيديولوجيا وفن التصوير، مقاربة بين نماذج من أوروبا وسوريا بالقرن العشرين. يعني أول شيء المصطلح الإيديولوجيا هو مصطلح جدلي، صحيح. مصطلح بيحمل تناقضات، والفن بالمقابل هو شيء زئبقي ما فينا نحصره بجهة معينة. فالعلاقة بين الإيديولوجيا والفن هي قائمة دائما، ما بتوقف أبدا. وهي العلاقة هي جوهر موضوع رسالتي اللي حبيت وصله من خلال نقطتين بالرسالة. النقطة الأولى هي كانت الفن المؤدلج، يعني الفن اللي بيخدم قضية معينة، الفن بخدمة المجتمع مثلا، الفن بخدمة حزب معين إلى آخره. والنقطة الثانية اللي بتناقض الأولى تماما هي الفن للفن، يعني الفن لا يخدم إلا ذاته وهو منزه عن أي غرض. طب أنت ميالي لأي فكرة بتحسي حالك كفنانة؟ يعني لما تقدمي هي الرسالة يعني بنقطتين مختلفتين فيهم جدلية كبيرة، بتحسي أنت شو اللي بيجذبك أكثر، لأي فكرة، ولا بتحسي لا الفن فيه يتبنى كل الأفكار؟ الفن شامل وواسع، فيه يتبنى كل الأفكار. وبهاي الرسالة كمان حكيت عن نماذج من فنانين من أوروبا وسوريا بالقرن العشرين. ليش اخترت القرن العشرين؟ لأنه قرن الحربين العالميتين يلي كان فيهم تحولات جذرية، كان في حركات ثورية وتحررية، كان في تنامي للحس الوطني والقومي. من أوروبا اخترت بيكاسو، كاندينسكي، مونش، بوتشيوني، بيكمان، ماكس بيكمان. ومن سوريا اختارت فاتح المدرس، لأي كيالي، مروان قصاب باشي، نذير نبعة، علي السرميني، خزيمة علواني.
طبعا، وهي رسالة الماجستير كان المشرف عليها أستاذي الغالي دكتور علي السرميني الله يرحمه. الله يرحمه. نعم اسمع، خلينا نحكي عن مشاركتك ايضا ضمن المعارض. شو كم معرض صرتي مشاركة لحد الآن؟ مشاركتي هي بالمعارض جماعية لحد هسه. معرض بالمعرض الربيع السنوي كانت أول مشاركة إلي فيه بال 2014. شاركت كمان بلوحة بعنوان بورترين، كان وقت المعرض بالمركز التربوي للفنون التشكيلية قبال حديقة التجارة. هاي كانت أول مشاركة إلي، وبعدين يعني من 2014 لليوم بعدني. طب خلينا نحكي، ليش البورتري؟ يعني شو اللي جذبك أكثر؟ والألوان الزيتية يعني كمان هيك مختلفة، شو اللي تحسي أحيانا الوجه بتعبر، العيون بتعبر، يمكن في نظرة بتحكي حكاية أو بتحكي موقف أو مشاعر معينة؟ يعني الوجه هو بوابة الجسم، هو مراية الروح. صحيح. أنا لما بلش باللوحة الوجه بيكشف لي عن حاله تلقائيا، يعني بلا شعور بحس حالي عم برسم وجه، وهذا الشيء صار مأخذ علي إنه على طول بقولوا لي لأمتى بدك تضلك ترسم وجوه. يمكن حس أني إنه الوجوه هي اللي عم تلحقني مش أنا اللي عم لاحق، بحس إنه الوجه مسيطر علي. يمكن لأنه في وجوه بحياتي هي بتعني لي الحياة، وجه الوالد، وجه أخواتي، وجه أولاد أخواتي، وجه الناس اللي بتخصني، وجه ناس يلي بتحبني يلي بحبهم. في وجوه مثلا بتمر بحياتي مرور الكرام، في وجوه ممكن شوفها مرة واحدة وتترك أثر بنفسي، لكل وجه سمات خاصة. والوجه يعني إذا كانت مرحلة أو سلسلة بتجربة أي فنان مش لازم يتركها أو ينتقل على مرحلة ثانية قبل ما يكون استنفذ كل الاحتمالات الممكن ليكون وصل لدرجة الإشباع أو الاكتفاء. يعني بالنسبة للوجه للبورتري بعني ما حسيت بالاكتفاء، ما اكتفيت من البورتري. تماما. يعني اسمه دائما الفن ما بيتوقف لا عند لوحة ولا عند فكرة، دائما في أفاق واسعة بكل طروحات بتنطرح، حتى اي يمكن لوحه او اي صوره او اي شيء كل حدا ممكن يفسرها بطريقته او تعميله مثل ما هو بيحب وبيفسر. الفن واسع جدا. اليوم خلينا نحكي اسماء من بعد يمكن هاي المراحل اللي مرقتي فيها، يمكن حكينا عن بورتري، حكينا عن تجارب تصويرية سابقة، ولكن خلينا نحكي اليوم في خطوات قادمة حابة انك انت تفوتي بلاين تاني بشيء مختلف، تجربي اسماء بشيء يمكن ما له حدود بقى. هذا أو شيء ما له تخصص. هذا شيء اكيد، يعني مش لازم اوقف عند مرحلة معينة، بس مثل ما قلت قبل شوي لما احس حالي انه اكتفيت من هاي المرحلة بنتقل على مرحلة ثانية. اكيد هذا شيء ضروري يعني. طيب خلينا نحكي اسماء، شفنا لك لوحات وحكينا عندك بدايه مشاركه سنويه من 2014 لليوم بمعارض جماعيه، بتطمحي انك تعملي معرضك الاول الفردي الخاص ولا لحتى تعملي عمليه اشباع تكوني هيك رسمه كل الوجوه اللي حابه ترسميها، يكون عندك كميات من فينا نقول صور البورتري لحتى تبلشي اول معرض فردي لك؟ لا ان شاء الله المعرض الفردي هذا اهم شيء، اهم انجاز بحياتي، ولازم ان شاء الله يكون قريب كثير. عم تخططي له يعني؟ في تحضيرات له؟ ان شاء الله في تجهيزات. ان شاء الله. تمام. يعني اليوم السوشيال ميديا صارت هي كاسحة حياتنا اكثر من الكتاب، اكثر من انه نروح نزور معرض، اكثر من انه نحن يعني نجهد حالنا. خلينا اليوم نحكي الفن عن طريق السوشيال ميديا، كيف بيتقدم من قبل الفنان، كيف هاي الفكرة هي قادرين نحنا نوصلها، ممكن السوشيال ميديا يساعدنا، ممكن نحنا نوصلها لعالم إنه غير موجودين أو ما فينا ندعيهم على معارضنا. فعلا هاي جانب كثير بيساعد الفنان. كيف علاقتك مع السوشيال ميديا؟ لا منيحة أكتف على... بتنزلي تحضيراتك، بتنزلي خطواتك؟
أنا تعيشي العالم بنزل معك. على طول يعني المشاركات الموجودة كثير، هذا شيء بيساعد إنه توصل اللوحة لأكبر قدر ممكن من المتلقين والمشاهدين. طيب بتحسي إنه ممكن الناس تعرفك عن طريق السوشيال ميديا بطريقة أسرع؟ يعني بتحسي قديش يمكن من خلال معرض فينا نقول جماعي أو مشاركة كمية محدودة من الناس، السوشيال ميديا قديش بتساعد ل يمكن توصل رسالتك الأساسية للفن خلال رسم البورتري اليوم؟ يعني كثير بتساعد، هي بتنشر على أوسع مجال ممكن، والرسالة يعني بأي لوحة من لوحاتي. كيف آراء الناس لما يعني لما تشوف لوحاتك، شو كان تفاعلهم، ردات فعلهم، تنبسطي فيها كيف بتكون؟ أنا كثير بنبسط فيها إذا كانت أحياناً من فنانين كبار، من أساتذة، من نقاد، يعني هذا شيء بيساعد، هذا شيء بيدعم، بيشجع. أكيد تماما. يعني أسماء نحن بدنا نتمنى عليك التوفيق، شكرا كثير لك وإن شاء الله بنشوفك محل ما بتحبي. أهلا، شكرا لكم، شكرا كثير. الفنانة الجميلة أسماء الحناوي، أكيد بدنا نشكرك على وجودك معنا، بنتمنى لك التوفيق بمسيرتك الفنية وإن شاء الله مستضيفك بمعرضك الأول. شكرا كثير، شكرا كثير لكم على الاستضافة. أهلا وسهلا.